مساكم الله بخير وهلا وسهلا فيكم اكيد مشاهدينا في حلقتنا لليوم مميزه ومواضيع كثير راح نحكي فيها وضيوف مميزين كالعاده. مساكم الله بالخير بنات. هلا وسهلا مها. هلا وسهلا عبير. وش عندنا اليوم اخبار؟ وبالسادة المشاهدين أكيد عندنا الكثير من الأخبار اللي راح نتكلم عنها في بداية حلقتنا لليوم، حيث أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا أنه سيتم قريبا إضافة خدمة حجز موعد لتطعيم لقاح كوفيد 19 من خلال تطبيق توكلنا، وسيعلن عن ذلك من خلال قنوات توكلنا الرسمية، التطبيق وموقع وحسابات التواصل الاجتماعي. أيضا دعت سدايا جميع مستخدمي تطبيق توكلنا بتحديث التطبيق. وأطلق معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان مسك الخيرية النسخة الأولى من منحة مسك الفنية، وهو البرنامج السنوي الذي يعمل على تقديم الدعم المالي والفني للمبدعين من الفنانين داخل المملكة وخارجها، ويسعى لتمكين الشباب من إطلاق طاقاتهم الفنية عبر العمل مع مجموعة مختارة من المرشدين والمقيمين الفنيين لرفع مستوى الإنتاج الإبداعي لدى المشاركين. واتخذ البرنامج في نسخته الأولى موضوع مكوث، حيث جاء إشارة إلى الاستقرار في المكان والكمون إلى حين لحظة الانطلاق، وهو اسم يحاكي الوضع المترتب عن جائحة كورونا وما فرضته من مكوث في المنازل. وتعرض موقع يوتيوب التابع لشركة جوجل يوم أمس لتعطل مفاجئ طال أيضا تطبيقه على الهواتف الذكية، وفوجئ مستخدموه برسالة عفوا حدث خطأ ما. وتأثرت خدمات عدة بالعطل مثل الجيميل والجوجل درايف، بينما ظلت صفحة محرك البحث الرئيسية تعمل، وشكل عدد من المستخدمين حول العالم من معاناة الانقطاع، لا سيما أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها خدمات الشركة الأمريكية للعطل، إذ أصيبت في شهر أغسطس الماضي بأعطال عدة ما أدى إلى إيقاف مجموعة خدماتها. أطلقت شركة كوين ديزاين خوذة ذكية يمكنها طلب المساعدة عند وقوع حادث لراكب الدراجة النارية من خلال إرسال رسالة بريد إلكتروني. وأوضحت الشركة أن الخوذة مزودة بوحدة بلوتوث ومستشعر تصادم كي تتمكن من التعرف على وقوع حادث الدراجة من خلال المعلومات المخزنة، وبمساعدة الهاتف الذكي يتم اختار 3 جهات اتصال تم تحديدها مسبقا عن طريق رسالة بريد إلكتروني أو رسالة SMS قصيرة أو بوش أو رسالة بوش، كما يتم تحديد موقع الحادث، ويمكن للخوذة التفريق بين السقوط على الأرض والسقوط بسبب حادث معين، كما أنه يمكن لقائد الدراجة إلغاء مكالمة الطوارئ والنظام SOS يدويا. وفي الدراسة نشرت دراسة أثبتت أن خدوش القطط تؤدي إلى الجنون. هذه الدراسة أجريت هذا الشهر، حيث قدم الباحثون إضافة إلى تأكيد إلى أن النظرية إمكانية انتشار نوع من البكتيريا عن طريق لدغات الحشرات وخدوش الحيوانات، وأشهرها داء خدش القطة أو حمى خدش القطة. وهذه البكتيريا مرتبطة بأعراض عصبية ونفسية، ويمكن أن تسبب للمرضى آفات جلدية. وخلال الدراسة فحص الباحثون بيانات 33 شخص، واكتشفوا أن 29 منهم مصابون ببكتيريا البروتونيلا، وبجانب الأعراض العقلية أبلغ 24 منهم عن تطور آفات جلدية تشبه علامات التمدد. أما الأعراض النفسية العصبية التي أصابت المرضى فشملت اضطرابات النوم والارتباك العقلي والتهيج والغضب والقلق والاكتئاب والصداع النصفي. تصدرت الفنانة ماجدة الرومي محركات البحث أمس بعد احتفالها بذكرى عيد ميلادها 64، وشاركت صورا من الاحتفال على حسابها في تويتر، فيما تلقت تهنئة خاصة من محبيها في اليابان، ونشرت مقطع مصور لاحتفالهم دعوها فيه لزيارة طوكيو، وعلقت من اليابان إلى لبنان أجمل تهنئة. أتمنى حضورك إلى اليابان، أتمنى حضورك جدا.
أكيد طبعا كل عام وهي بخير من برنامج سيدتي تحديدا. أمضى الأب كيندي 30 ساعة للحصول على وشم يشبه وحمة ابنه بعدما بدأ ابنه بالشعور بالخجل والتعرض للتنمر من قبل أصدقائه بسبب وحمته الكبيرة على صدره. وتقديرا وعرفانا بمجهودهم أثناء الجائحة، بريطانية تعد كعكة تجسد ممرضة تعانق بابا نويل في عيد الميلاد، وقدمتها هدية تحية لموظفي هيئة الخدمات الصحية البريطانية. واستغرق العمل على هذه الكعكة 16 ساعة يوميا لمدة أسبوعين، ووصل طولها إلى مترين وتزن 190 كيلوغرام. أطلق على منزل البيت الأكثر وحدة في العالم، وذلك كونه يقع مقابل الساحل الجنوبي لأيسلندا. يرقد وحيدا على تلة خضراء لم يسكنه أحد منذ ثلاثينيات القرن الماضي، فانتشر على مر السنين أقاويل تؤكد أن رجل أعمال غريب الأطوار قام ببنائه ليكون مأوى للزومبي في نهاية العام. وتلقت طفلة في البنية بالغة من العمر 7 أعوام 42 طلب لنفس الوجبة، واحتشد 42 عامل عند منزلها بسبب خلل في تطبيق توصيل الطعام، وتحولت وجبة الغداء المؤلفة من وجبتي الدجاج مع البطاطا المخطط أن تتناولها الفتاة مع جدتها إلى كابوس، حيث أثار عمال التوصيل جدلا عند تجمعهم في شارع ضيق بوقت واحد تقريبا، ووثقت الفتاة الحدث عبر الفيسبوك لايف. مشاهدينا، كانت هذه كل أخبارنا لليوم، أكيد مكملين معاكم باقي حلقتنا بعد الفاصل، لا تنسوا مشاركتنا عبر هاشتاج البرنامج.